Dear 2020, Dear 2020, كنت صعيبة وما زال صعيبة لنا كلنا. في هذا العام كل شخص فينا داز بزاف الأوقات الصعيبة واللي صعبة بزاف. طيلة هذا العام العالم كله، الناس من جميع بقاع العالم كانوا كيعانيوا من بزاف الحوايج، بحال مثلا الكوارث الطبيعية والحرائق. Strong southerly winds are pushing flames towards... Well, Michael, 6 houses have been evacuated in Narangba after that large grass fire broke out at about 2 o'clock. صراعات سياسية. Also, a top Iranian commander said on Thursday that Iran was not moving towards a war but was not afraid of any conflict. The President Donald Trump said Tehran was behind an anti-US protest in Iraq. انعدام الأمن كذلك. وبطبيعة الحال الجائحة العالمية COVID-19 يتعلق بتمديد مدة سريان حالة الطوارئ الصحية المفروضة على وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي وباء كورونا. On va entrer dans une zone contaminée. La bicicleta es un transporte que permite mantener la distancia de seguridad desde el Ministerio de كل اللي دزنا منه كان صعيب وصعيب بزاف، ولكني ما خصناش ننكروا ان 2020 كانت بمثابة واحد الدرس، واحد الدرس كبير لنا كلنا ولكل شخص فينا، وكان واحد الجانب مشرق بغينا ولا كرهنا. 2020 علمتنا بزاف ديال الحوايج بزاف، وكان اعتقد ان اول حاجة علمتها لنا هاد السنة ان حتى حاجة ما مضمونة في هاد الحياة، كل شيء يمكن له يتقلب بين ليلة وضحاها، كل شيء يمكن له يتغير، حتى حاجة ما مضمونة، لا صحة لا الفلوس لا لو بوست لا لا كارير، حتى حاجة. فرمشة عين تقدر تجي شي حاجة وتقلب كل شيء، شي حاجة اللي ما معولش عليها انت كاع. الدرس الثاني هو انه خص الواحد يهتم بالصحة ديالو ويستمتع بالحياة ما حدو قادر يستمتع بها، يخرج مع أصحابه، تسارعو، يدوز وقت زوينة مع الناس اللي كيبغيهم، ويستمتع حنت الغد ما مضمونش، يضحك، يفرح، يحس بالسعادة، يدير هاديك شي كله اللي كان باغي، وما يأجلش، ما يأجل حتى حاجة. الدرس الثالث كان اعتقد انه كان انه خصنا نتعلمو نستمتعو بالاشياء البسيطة في هاد الحياة، الاشياء الصغيرة، شربوا قهوة بجنب البحر، نقراو كتاب، نسمعوا الموسيقى، ونستمتعوا بالرفقة ديال راسنا، وماشي بالضرورة أننا نكون مع الناس وفي الصخب وحدنا الناس بزاف باش نستمتعوا بالوقت ديالنا. نقدروا نخرجوا للغابة، نتمشاو، نحطوا الأوراق ديالنا، نفكروا في المستقبل ديالنا، نديروا شي غوسيت زوينة نجربوها، نحاولوا نتعرفوا على راسنا ونفهموا الشخصية ديالنا. كيف ما قلت لكم قراءة كتاب كتبقى هي أحسن لزاكتيفيتي اللي نقدروا نديرو، وبزاف الحوايج الأخرين
اللي يقدروا يساعدونا على أننا نتعرفوا على رأسنا. ولكن كتبقى أهم حاجة هي أنه قدرنا نفهموا رأسنا أكثر، نعرفوا رأسنا شنو باغيين هاد الحياة، نعاودوا نفكروا في الأهداف ديالنا والأحلام ديالنا وشنو باغيين من هاد الدنيا وشنو اللي باغيين نديروه بصح. هاد الدروس كلها اللي تعلمناها في هاد العام هادي تسمح لنا أننا نكون أقوى في المستقبل، وأننا نتقدم نحو الأهداف ديالنا والأحلام ديالنا بخطى ثابتة. ما تنساوش تخليونا تعليقات ديالكم وتشاركونا شنو هما أهم الدروس اللي تعلمتوهم في 2020.